حتى مهنة 8 درج بالقبضة أوديها فوق يمين راح يمين وأنا جار اليسار، أوديها تحت يسار راح يمين وأنا جار الجهة اليمنى، يعني تلف الحصان يمين ونجار اليسار أو تلفه يسار ونجار يمين. طبعا أصلا مجرد أنك تمسك بيد واحدة غالبا بيكون شغلك كله بخارجية أساسا، التمرين هذا يخليك تستعمل الخارجية زيادة بشكل أوضح للحصان.